مرحبا بكم في قناتي جيجا بيوتي. أتمنى أن يكون الجميع بخير. قبل أن نبدأ في هذا الفيديو الجديد، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا الضغط على لايك. بالعريبي تخفيض 10% من سعر سكن عدل خلال دفع المبلغ الإجمالي. كشف وزير السكن والعمران والمدينة محمد بن عريبي أن المشاريع التي ستنجز في إطار البرنامج السكني لسنة 2023 ستوزع بشكل عادل على الولايات. وقال بن عريبي في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني أن هناك تقريبا 225 ألف وحدة سكنية مبرمجة، زيادة على حصة جديدة من الإعانات المالية لإنجاز السكن الريفي قوامها 140 ألف إعانة خلال سنة 2023. أضيفت تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مؤكدا أنه سيكون هناك توزيع عادل ما بين الولايات. وفيما يخص انشغالات بعض مكتسبي صيغة البيع بالإيجار عدل على مستوى ولاية وهران حول استكمال صب الشطر الأول، أوضح بن عريبي أنه منذ 21 مارس 2021 تاريخ شروع في عملية صب الشطر الأول للمكتسبين الذين قبلت ملفاتهم بعد دراسة طعنهم. قامت وكالة عدل ببرمجة 3774 أمرا بالدفع، منها 2381 قاموا بتسديد الشرط الأول، في حين أن حوالي 1400 مكتسب لم يقوموا بالولوج للمنصة المخصصة بسحب أوامر الدفع، مضيفا أن هؤلاء المكتسبين معنيون بعملية اختيار مواقع السكنات التي انطلقت بتاريخ 13 ديسمبر الجاري. وفيما يخص الاقتراح المتعلق بإدراج السكنات الصغيرة في قائمة المواقع المقترحة للاختيار، قال بن عريبي إن هذا المقترح لا يمكن تجسيده حاليا على اعتبار أن هذه السكنات لا تعتبر فائضا، بل هي سكنات لم يتم إنهاء إجراءات استلامها للمستفيدين. وأوضح في هذا الشأن أن عملية المراقبة أظهرت استفادة المكتسبين المعنيين من سياق أخرى والتي ستليها مرحلة الطعون، مضيفا لا يمكن استرجاع ضمن قائمة مواقع السكنات المقترحة للاختيار ما لم يتم الفصل النهائي في وضعية المستفيدين منها. وأكد بن عريبي حول إمكانية دفع المبلغ الإجمالي للسكنات بالنسبة لمكتسبي عدل، مما سيمكنهم من الاستفادة من العقود ومن تخفيض بنسبة 10% من سعر السكن، مشيرا إلى أن انقطاع ماض في تسوية عقود الملكية بالنسبة لحوالي 60% من سكنات عدل. اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. انشروا الفيديو لتعم الفائدة. انتظروني في فيديو آخر وسأجيب لكم عن الأسئلة إن أمكن. سلام.